وجهت مبادرة تطوير الرعاية الأساسية. البلد كمفارخ اهو مزارع، عايزين سيادتك يعني بالنسبه للتقرين يعني برضو يعني ننزل احنا شغالين لا ننزل من الحد بتاعها شويه فلوس يعني يا دكتور مصطفى معلش يا ريس معلش يا دكتور معلش يا ريس لا معلش ليه وطلب بسيط بالنسبه للقريه التبعديه والارياف سيادتك يوجد عندنا بعض حظاير المواشي داخل القريه لو سيادتك تصريح لكل واحد على قيمة الرؤوس الموجودة بكذا متر يبنيها في مكان خاص ليه. طب اتفضل يا فندم بعد اذنك هنا الاسعار يا فندم 50 جنيه للمتر في القرية. وبعد اذن سيادتك انتوا اكبر بلد عملت تصالح واكبر بلد عملت تقنين على مستوى الجمهورية. أنا متشردة أنا وولادي أبدا بجد
أنا مسكت في كلمة سيادتك قلتها من 4 سنين أو 5 سنين، إن المرأة قوية وقادرة على أن تخترق جميع أي مجال من مجالات العمل. صحيح، ولديك الصحة. اتعلمت السواقة، سقت، مشيت بقلب جامد، ولما نتكلم نقول لهم الريس قال كده. حضرتك فخر لينا كلنا، نصرة للمرأة بالذات المرأة المعيلة. أنتوا فخر لينا بجد. حابب اقول لك كلمه واحده، ان حياه كريمه ما اثرتش بس في الاماكن، حياه كريمه اثرت فينا احنا كشباب، احنا كشباب جامعات وكشباب في سن العشرينات في سن الثلاثينات عندنا طاقه بجد. احنا لما كنا قبل كده كنا بنضيعها في حاجات ما كناش حاسين احنا بنعمل ايه، دلوقتي بنضيعها في التطوع واحنا حاسين. يعني كل حاجه معموله دلوقتي انا حاسس ان انا ليا ايد فيها، حاسس ان انا اثرت ايد فعاله فت دولتي بحاجه، فت مستقبلي، فت مستقبلي فيما بعد. انا الحمد لله في هندسه البترول، وفي نفس الوقت بوفر وقت بان انا اتطوع في حياه كريمه، وفي نفس الوقت اتطوع الحمد لله. متشكرين، متشكرين جدا.